السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير. شحال هادي ما درنا انبوكسين شي برودوي. اليوم ان شاء الله غادي نديرو انبوكسين ثلاثه ديال لي برودوي اللي خديتهم من غير بيست. المهم غادي نديرو انبوكسين ومن بعد غنديرو لهم تيست، شوفوا لا كاليتي ديال كل واحد فيهم. المهم خديت شي حاجه متنوعه، كل حاجه ومجال ديالها. نتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش ديروا ابون لاشين، واحد لايك قبل ما تفرجوا في الفيديو، شي كومونتير تحفيزي. ندوزو للانبوكسين. غنديرو الانبوكسين دابا لهادشي. سبونسور حادة. المهم اول حاجة هو ستيكر هادا لصقه هنايا، غتشوفو شنو فيها. كاين عاوتاني هاد ليد لايت اللي فيهم الالوان، غير هادو فيهم 10 متر، والتيليكوموند ديالها في ترانسفور فيه بزاف ديال لي زوبسيون، ماشي بحال هادو اللي كانوا عندي. كيت هادو ديال الكاميرا اكسيون اللي كتدار كتلبسها الا بغيتي دير شي فلوغ ولا تكون راكب فوق بيكالا ولا موتور، كدير الكاميرا هنا. المهم هادي كتجي في هاد البوكس هادي، كتجي هاد السلطة هادي. كما كتشوفو كتجي هادي، وانا باش كتفتحها وتسديها على حساب سميتو، هذا باش كتزيرها. المهم دابا حنا نوريكم حتى من بعد نوريكم التيست، كدار على هاد الشكل هذا. سنوريكم في التيست كيفاش غادي تجي. غادي نديرها على الكتف ديالو ونوريكم كيف غادي تجي. المهم البرودوي الثاني هو هاد الزي دي ام هادو، كيجي في البوكس ديالو هاد الترانسفور هذا، و 5 متر ديال الليد في 5 متر و 10. والتيليكوموند ديالهم هادي كيفما قلت لكم راه ماشي خط لاخرى، فيها بزاف ديال لي زوبسيون. و هذا عاوتاني هاد الستيكر هذا غادي نلصقو في الحيط. كيجي على هاد الشكل هذا. كما كتشوفو كيجي على هاد الشكل، عجبتني، دير الثمن رخيص. المهم غنلصقها في الحيط ومن بعد نوريكم كيف غادي تجي. دابا ندوزو للتيست ديال الليد باش تشوفو لي زوبسيون لي فيهم. كما قلت لكم الترونسفور ديالو هو هذا، خصكم غير البريز ديالو 12 فولت، مكيجيش معاه، تقدرو تشدوه ب 20 درهم تلقاو في اي محل، دو معاكم غير هذا وقول ليه البريز ديال 12 فولت ديال هذا راه يعطوه ليكم. فيه جوج ديال الاوت، وهذه هي باش كتحكم فيه التليكوموند، كدار هذه هنا، هاد الاخر حتى هي هنا، المهم دابا غادي نجربو هاد ليد لايت. كيف ما قلت لكم التليكوموند ديالو ماشي بحال العادية، فيها بزاف ديال لي مود ديالو هما هادو. حنا غادي نجربوهم دابا، غادي نقسم البروجيكتور باش نجربو لي مود، نشوفو داكشي كيفاش داير. المهم فيها بزاف لي مود، هاد المود سميتو اوتو، كاين هاد فلاش هدا لي كيبقى يدير بحال هكا، كاين هاد فيد في 7، كاين المهم بزاف لي مود راه كيفما كتشوفو هما هادو. دابا كل مرة كنبدل فيها بزاف لي مود، فيها حتى الألوان إلا بغيتي دير غير لون واحد. المهم فيه بزاف كيما قلت لكم، فيها بزاف ديال لي زوبسيون لي زوينة على الأخرى.
فيها لو بغيتي دير كويك ولا سلو ولا بغيتي يزربيو لي 2 اوغ بشويه. دابا غادي نوريكم كيفاش نلصقوا هذيك الستيكر في الحيط. المهم دابا غادي نلصقوا هذا الستيكر هذا. شوفوا عجبني هذا الستيكر شكل الطيارة. وهادو كتزيدوهم هنا وهنا سميتو شحال من كروشي ديالهم تزيدو في هاد البلاصة هادي. نلصقها دابا هنا. المهم كيف ما كتشوفوا جا على هاد الشكل هذا، جا بصراحة زوين. غير الا غادي تلصقوا عرفوا كيفاش تلصقوا، حيت الا ما عرفتوا فاش كيفاش تلصقوا بالزربة غتبرد ديك الكولا اللي فيه. المهم قولوا لي في لي كومونتير كيف جا. ندوزو دابا نلصقوا لي ليد في الحيط. المهم بعد عناء طويل عذبني باش لصقته في الحيط. المهم درتو بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا. المهم الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا ابوني لاشين، تبارطاجيو الفيديو الى عجبكم، ووصلوا هذا لا فيديو ل 100 جيم الى كان كيعجبكم الانبوكسين وريفيو، وشي تعليق تحفيزي ولا شي برودوي عجبكم بغيتو نديروا ليه الانبوكسين ولا ريفيو صيفطوا ليا اللين ديالو في الانستغرام ولا في فيسبوك ديالي اللي كتلعب في لافان ديال لا فيديو. هذا ما كان تهلاو في راسكم.